السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم فيديو من أرض الواقع، من حدث المكان ده. احنا جاي زي ما انتم شايفين كده على الطوب، عملنا شاسيه الحديد. هنبدأ مع بعض إن شاء الله الفيديو ده، المبنى ده كله بإذن الله هنسجله مع بعض على حلقات، وأتمنى إن هي تعجبكم بإذن الله. هوريكم احنا إزاي بدأنا في الأساس خالص عشان نعمل الحديد ده، وإزاي وزناه بالخيط، وأتمنى إن هي تعجبكم بإذن الله. احنا هنا اول حاجة بنعملها الشيالات دي، بحيث ان احنا بناخد مقاس بالخرطوم بميزان الخرطوم، وبنكون مجهزين المقاسات بتاعتنا اللي هنشغل بها زي دي كده. بنجهز كل المقاسات تبقى واحدة، وبيتم اللحام في الداخل عشان ما يفضلش واقفين على السقالة اسهل. وده المبنى من بره بالشكل ده. هنا احنا كنا عاملين زي ما انتم شايفين كده، وهنا بيتم الحمل الشيالات الركب اللي بنثبت بيها في الحيط. بالشكل ده دي بتبقى رزة حديد بقطعة 20 سنتي مثلا، بناخد اللي احنا هناخده بتبقى بالشكل ده وبنقطع الباقي، وبنكون مجهزين مسامير بالفيشر بالوردة كده للتثبيت. ده الشيال بيبقى بالشكل ده، وده كل المقاسات التانية كانت معمولة كلها اهي متقطعة بنفس المقاسات. ده لسه هيتجمع زي التاني. بعد ما خلصناه بنقوم مخرجينه بره كده عشان نرفعه زي ما هو كده. ده تم رفعه طبعا، معرفناش نصور عشان الحتة ضيقة. وهنا في شيال كده احنا عاملينه بيصد بيه اللي هو المربوط في الخشب ده، وبعد ما بنثبت دي بنلحمها على الميزان عشان تكون متساوية. هنا بعد ما واحنا شغالين لما شدين خيط اللي انا بعمل عليه الزوم ده عشان نظبط الوش عليه، بنخرج على الخيط ونثبت زي ما هو موضح تحت في هنا باين اكتر. كده بيكون كله على مسافة متساوية. كده بعد التثبيت كله على الخيط ممتاز اهو. هنا دي الركب معمولة اهي، دي المسافات للتثبيت من جوه اللي هو البعد اللي على الحيط. هنا ده الجنب التاني احنا عاملينه اهو، طريقة تثبيته بقى هنا اوضح شوية. هنا بيرفع عشان يجي على الخيط بالظبط. بيتم وضع المسمار بالشكل ده لحد الخابور يطول الأرض بس، وبعد كده بنربط بالشنيور. هنا ربط والخيط على الحديد بالظبط، وهنا مظبوط. هنا ده بعيد اهو،
وهنا بيتم وضعه على الخيط بالظبط وبيخرم ليه. بعد ما بيظبط بيقوم خرم الأرض. ومركب المسمار بالفشر. هنا بناخد خيط على الجنب اللي أعلى شوية. هنا دي كانت واطية، لما نيجي نلحم الخيط مع السخونية هيقطع زي كده. ده على الخيط اهو ثابت زي ما انتوا شايفين، فهنرفع الخيط لفوق شوية بالوضع ده، نحط حاجة يستند عليها الخيط. وبيتم شد الخيط جدا. هنا بنعدل على دي، ومعانا زرجينة زي دي أو كلبة بتربط بيها بنسة، وهنا كنا رابطين بفتيل أمطة. كده متساوي، دي عايزة تخرج لبره شوية. هنا تم ضبطها اهو، وهنا لازم يكونوا متفاهمين مع بعض. يعني هنا توفيق بيقول له اضغط على دي، لان كان هنا الحتة اللي هو ضغط عليها الخيط شددها لبره، فيضغط عليها يحررها من الخيط عشان يظبط التاني عليها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بيثبت بمربط المشبك او الفتيل او الأمطة، وبعد كده بيتم اللحام على الوضع اللي احنا مثبتين عليه. وان شاء الله اتابعكم في الفيديوهات القادمة بكل تفصيلة هنعملها في المبنى ده ان شاء الله. ونخلي بالنا عشان ما نلحمش في البنسة نفسها. وبكده نكون خلصنا الحلقة الأولى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وأتمنى إن هي تنال إعجابكم بإذن الله.